بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نلتقي اليوم إن شاء الله تعالى في لايف جديد بعنوان ثقافة أم سخافة، وبيشتمل اللايف بتاعنا ده على مفهوم لكلمتين. الكلمة الأولى كلمة الثقافة، والكلمة الثانية هي كلمة السخافة، وما يتعلق بين من أحكام ومسائل مهمة. أولا يا إخواننا، مفهوم كلمة الثقافة، كثير من الناس يستعمل الكلمة دي أو بطالعة وقد ما يكون مدرك لحقيقة المفهوم بتاع كلمة الثقافة. وهذه الكلمة كلمة مفاهيمية، ليست مفردة معناها من مفردة واحدة، إنما هي مفهوم شامل لا يمكن أن يعرف بكلمة واحدة، إنما تعرف من خلال المفهوم العام لهذه الكلمة. وأيضا هذا المفهوم يختلف من منظور إلى آخر. إذا نظر لها الإنسان من منظور إسلامي فعندها فهم، إذا نظر لها من منظور اجتماعي أو من منظور يعني سياسي، فكلها عندها مفاهيم. وعلى كل، كلمة الثقافة هي كلمة بتشمل عدة من المفاهيم اللي بتأثر عليها وبتتأثر بها. نشوف في الأول تعريف لكلمة الثقافة من المراجع الإنجليزية. طيب، حسب ما ورد في بحث شمت 1999 في جامعة الخرطوم كلية الآداب، بيقولوا it's a complex whole which includes knowledge, beliefs, arts, morals, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. يعني هي عملية معقدة تشمل، ده بالمفهوم العام للتعريف، بتشمل المفاهيم كالمعرفة، المعتقدات، arts الفن أو الآداب، morals الأخلاق، law القانون، customs التقاليد أو العادات، و غيره من المفاهيم اللي هي acquired بحصل الإنسان وبيكتسبها باعتباره a member of society، باعتباره عنصر من المجتمع. يعني إنه ثقافتك هي المفاهيم بتاعتك والأخلاق والعادات والتقاليد اللي انت اكتسبتها من المجتمع اللي انت فيه. من اهم المؤثرات في الثقافة او الايتيمز بسموها او العناصر المؤثرة في تحديد وتشكيل ثقافة الفرد والمجتمع هو الدين، ده باعتباره المحدد الاساسي او العنصر الرئيس في تحديد شكل الثقافة وما يوجد في الثقافة وما لا يوجد فيها، ما يعتبر من الثقافة أو من غيرها، الممنوعات المباحات إلى آخره. العنصر الأساسي المؤثر فيها هو الدين. طيب، بيقولوا religions have their significant role in shaping our
perception of the world and forming the most foundational aspects of our identity in including attitudes, beliefs and preferences. يعني الدين بيمثل عنصر في تحديد الثقافات وفي تشكيلها. طيب نضرب مثال بسيط. اللبس بتاع الناس زيهم في الشارع إذا كان لبس الراجل أو المرأة ده مظهر بسموه aspect of culture، مظهر من مظاهر الثقافة. الناس بيلبسوا كيف؟ طيب اللبس والزي المحدد الأساسي فيه هو الدين. كيف يلبس الرجل بحدد له الدين، وكيف تلبس المرأة برضو الدين هو المحدد الأساسي لهذه الثقافة أو الشكلية من أشكال الثقافة. اثنين، طريقة الكلام، حتى اللغة، أي لغة أنت بتستعملها. الدين هو بشكل لغة الإنسان، عشان كده بنلقى إنه الإنسان أول ما بدأ ينحو في حياته منحا دينيا بتتغير لغته. بل أول ما تتكلم مع زول هو طوالي بيحدد أي مستوى من مستويات التدين عندك أنت من خلال اللغة اللي بتستعملها. مما تتكلم معه الكلمة الأولى والثانية يقول لك أيوة أنت شكلك ما مؤدب، أنت ما محترم. التقييم ده جاء من وين؟ من لغتك. وليه خلاه يعني يقيمك التقييم ده؟ لأنه اللغة اختياره بينبع من مفاهيم دينية. أنت لما تكون إنسان متدين معناه بتحترم الآخر. زول بيتكلم معاك كبير السن بتحترمه، توقر الصغير إلى آخره. لو أنت زول متدين بتلقى في عباراتك كلمات دينية طوالي، إن شاء الله وربنا يوفقنا وحنعمل كده بتوفيق الله وإن شاء الله وكده. حتى في مذيعين الكورة يا أخي لما تسمع المعلق السعودي معلق ولك والكورة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى خارج المرمى وربنا وفق الحارس ضيع الكورة وكده. الدين بتاعك بتعكس اللغة، بيعكس شكل اللبس حقك، بيعكس تعاملك مع الناس. وبالتالي نحن فهمنا إنه الثقافة هي المظهر اللي بظهر به وأنا، شكل تعاملي في الجملة، حياة المجتمع بالكامل، دي بنسميها ثقافة. وعرفنا إنه الدين محدد أساسي لشكل الثقافات. طيب نحن كمسلمين بعد ما بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جانا بمفاهيم دينية، وجد العرب عندهم مفاهيم موجودة فأقر بعضها وحارب البعض الآخر. عشان كده جعفر رضي الله عنه قال يعني في كلامه الطويل إنه جان النبي صلى الله عليه وسلم وكنا أهل جاهلية وشر، نقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويظلم بعضنا بعضا إلى آخره. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فدعا إلى مكارم الأخلاق، ودعا إلى حسن الجوار، ودعا إلى الاحترام والتوقير والصلة والصدق والبر والأمانة إلى آخره، بناء على العقيدة اللي جابها. كل هذه الأخلاق مبنية على هذه العقيدة. وبالتالي المفترض من المسلم أول ما شهد الشهادة أن يتبع ذلك ببقية الأخلاق اللي هي تبع لشهادة أن لا إله إلا الله. طيب يا أخوانا ببساطة شديدة، إنه أنت كمسلم عندك ثقافتك
ولو دخلت في أي مجتمع تاني، أي مجتمع غير المجتمع المسلم، المجتمعات الغربية، المجتمعات الأوروبية، مجتمع أمريكي غيره، مفترض أنت تحافظ على كل مظاهر ثقافتك لأنها نابعة من دينك، وما تبقى زي الناس المنبهرين أول ما مشى بلد غير البلد الإسلامي، ولا حتى ما مشى ذاته قاعد في بلدنا دي كويس وفتح موبايله وبقى بيطالع في الفيديوهات وبيشاهد في المناظر اللي بيشوفها قدامه، طوالي بتلقاه بدأ يغير في سلوكياته وفي أخلاقه وفي لبسه وحتى في العبارات اللي بيستخدموها والكلمات تلقاه بدأ يغير. ليه؟ الفهم شنو؟ الفهم إنه هو ما عرف إنه ثقافتك أنت وشكل لبسك والعبارات اللي أنت بتستخدمها ولغتك دي بتمثل دينك، فكيف أنت تتخلى عن ثقافتك وتتبنى ثقافة تانية بتتعارض مع دينك؟ عشان كده احنا سمينا اللايف بتاعنا ده ثقافة أم سخافة. ليه؟ لأنه في ناس طلعوا بفكرهم أو بأجسادهم برا البلد دي وجابوا سخافات باعتبار ثقافات، فأنا بقول لك دي ما ثقافة، لأنه الثقافة بتاعتك المحدد بتاع الدين، لكن لما تجي تجيب لي عبارات فيها سب الدين، ها؟ وأولاد لابسين فوق للركبة وبنات فاكين شعرهم، ها؟ وماشيين في الشارع بمناظر فاضحة وأخلاق سيئة جدا بيتعاملوا بها فيما بيناتهم وألفاظ نابية، لما انت تسأله يقول لك يا أخي دي ما ثقافات، ولا بد أن ننفتح على الآخر، ها؟ ولا بد نشوف العالم فيه شنو. وطبعا ده نوع من أنواع الانبهار، زول منبهر بالحاجة الحاصلة في العالم وبيفتكروا إنه يعني الخواجات ديل ما اتطوروا ومشوا لقدام، ها؟ وطوروا بلدهم، صنعوا صناعات جديدة، استحدثوا يعني تكنولوجيا راقية، إلا لأنهم تبنوا هذا النوع من الثقافة. فأنا دارك تفهم إنه دي ما يها الثقافة اللي طورتهم، دي سخافات. وما تتخيل إنه المجتمع السوداني ممكن ينهض بإنه أولادنا لبسوا فوق الركبة ومشوا في الشارع، أو بناتنا فاكين شعرهم في التلفزيون، لأنه دي ما ثقافتنا، دي سخافات الغرب. وحتى الخواجات نفسهم التطور الدنيوي اللي وصلوا له ده ما كان بسبب شعرهم الفكو، ولا إنهم بيشربوا الخمرة، ولا إنهم علاقاتهم خارج الزواج مفتوحة، بل أكثرهم ما بيتزوجوا أصلا، ينجبوا بطريقة غير شرعية. ما تتخيل إنهم طوروا بده إطلاقا، لكن من ذكاء أعدائنا وغباء كثير مننا بيصدروا لنا سخافات باعتبار هي الثقافات اللي اتطوروا بها، عشان نحن نمسك في السخافة بتاعتهم ونعتبر انه هي اللي ممكن تطور مجتمعنا. عشان كده انا بتعجب من كثير من الشباب اللي بيلاقونا في يعني نواحي الحياة، في الشارع، في المناسبات، بيقول لك نحن لابد نطور بلدنا. طيب نطور بلدنا كيف؟ بيقول لك لابد من الانفتاح على العالم. كويس، نحن ذاته دارين الانفتاح على العالم، ننفتح على العالم نشوف فيه شنو ونجيب اللي بينفعنا. طيب ها يا شباب تدارين شنو بالضبط؟
بقول لك يا اخي الحجاب بتاع البنات ده يعني مشكله ما بخلينا نتطور بالله لا ابدا ده ما عنده علاقه مع التطور ولا دي ثقافه نحن ممكن نستجلب لبلدنا عشان تقدمنا ابدا دي بتعطلنا ودي بتاخرنا ودي اصلا نحن فكوها لنا طعم عشان نبقى نحن ملخومين بها وهم يجوا يتسيدوا علينا ويترأسوا علينا ويحكمونا عشان كده يا اخوانا لابد نحن نفرق بين مفهوم الثقافه اللي نحن ممكن نستمدها منهم في ثقافات محترمه لان اصلا موجوده عندنا في ديننا ونحن اهملناه الناس يقول لك الان ده زمن خواجات ناس منضبطين بالزمن ويقول لك زمن سودانيين لمن تعزموا فطور يجي غدا ويكون مواعيدك معه الساعة 6 صباحا بيجيك 8 يقول لك يا اخي ده زمن سودانيين لكن احنا دارين زمن بتاع خواجات ده يا اخواننا مظهر من مظاهر الثقافة اللي نحن مفترض نجيبه لبلدنا دي الاشياء اللي بتنفعنا الانضباط بالزمن احترام المواعيد احترام التخصصية الليلة ما بتجي لخواجة في الشارع بتقابله بتسأله عن حاجة هو ما عنده علاقة بها وده ما تخصصه بقول لك يا اخي انا ما يعني دي ما بتهمني انا بشيء it doesn't concern me ما بتهمني بحاجة ولو بجاوبك الفضول الكثير اللي عندنا احنا في المجتمع لو في اي حاجة حاصل الناس يوقفوا عرباتهم ويقعدوا يشمروا ويعاينوا وموضوع ما بخصهم بحاجة دي كلها يا اخواننا مظاهر نحن لو جبنا لمجتمعنا بنستفيد منها لكن للاسف ولاحظوا معاي لاحظوا معاي في المجتمع نحن ما قاعدين نستورد من برا الا السخافات فقط السخافات يمشي الواحد يغترب برا السودان سنين لما يجي راجع ما بنلتمس فيه الانضباط بالوقت احترام الزمن احترام العمل المهنيه والتخصصيه لا ده ما في بيجينا من هناك لابس له وردة فوق الركبة وبنات فكات شعرين فتوات كبار بالغات لابسات بناطلين وفكات شعرين والناس كلهم بيعينوا فيه وبينبهروا يقول لك يا زول ده طبعا جاي من كندا وده جاي من اوروبا لا 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 ده ما جاب ثقافة محترمة عندنا نحن بيحترم ديننا وبتحترم ثقافتنا عشان نحن نتقبلها منه ده اللي جابوا سخافات وبالتالي يا اخواننا الموضوع ده موضوع مهم جدا ونحن لايفنا بتاع الليله ده عباره عن مقدمه لموضوع الثقافه وان شاء الله حيجي كلام ثاني كثير في الموضوع نكتفي بهذا نلتقي ان شاء الله تعالى المره القادمه وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد.